لكن مزيدا من التفاصيل اروح بسرعه الى الزميل العزيز محمد توفيق عشان نعرف منه كل الكواليس وكل الاخبار. هو موجود مع البعثه حاليا في مطار القاهره، وهيكون ان شاء الله خلال الايام القادمه موفد لقناه الاهلي لمتابعه كواليس الاهلي في لقاء السوبر امام اتحاد العاصمه. توفيق، مساء الفل، رحله موفقه، ربنا معاك ان شاء الله، وباذن الله نحتفل ان شاء الله يوم الجمعه. كده محمد، تحياتي ليك وكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان، وباذن الله بضم صوتك باذن الله نحرز اللقب التاسع باذن الله لكاس السوبر الافريقي. باذن الله كل جمهور النادي الاهلي بات ليله الجمعه باذن الله فرحان وسعيد ببطوله جديده تكون بقى ضربه البدايه للموسم باذن الله ينتظر النادي الاهلي فيه عدد كبير جدا من البطولات يا محمد. طيب عايز اتكلم معاك عن رحله السفر، الطياره هتبقى ساعه كامل اقلاع بالظبط. برضه شفت دلوقتي الكابتن مصطفى عبده معانا على الشاشه اهو، نجم النادي واحد اساطير النادي الاهلي، والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، عدد اللاعبين استاذ جمال جبر، محمد الشناوي كابتن الفريق، يعني تديني كده ابرز الكواليس على كمان رضا سليم، يعني ابرز الكواليس الخاصه برحله السفر ومدى جاهزيه الجهاز الفني لهذه المباراه ان شاء الله. يعني محمد من بدايه اليوم كده كان طبعا زي ما انت ذكرت كان في تدريب الساعه 1 الظهر، كان في ملعب مختار التتش للفريق، بعد على طول توجهات بعثة الفريق لمطار القاهرة، دقائق قليلة جدا وخلاص هنستقل الطائرة بإذن الله، وكل دعوات جمهور النادي الأهلي معانا لمدينة الطائف السعودية، وبإذن الله إحراز زي ما قلت لك اللقب التاسع لبطولة كأس السوبر. يمكن طبعا مستر كولر اصطحب معاه 21 لاعب زي ما كده ذكرت معظمهم على الشاشة، طبعا أبرز الوجوه المنضمة هو أنتوني موديست، أبرز صفقات النادي الأهلي موجود مع البعثة، طبعا زي ما أنت قلت الأمور الفنية دي كلها متروكة لمستر كولر، ولكن طبعا أكيد حب إن اللاعب يكون موجود مع الفريق في أول سفر ليه بحيث إنه يخش كعادة النادي الأهلي على طول مع الفريق مع باقي الزملاء. محمد كمان موجود طبعا رضا سليم وصلاح محسن بعد عودته، يمكن ابرز بس الغيابات في الصفقات الجديده هو كريم ميدفيد اللي كان عاد لبيته من جديد للنادي الاهلي، ولكن طبعا كمان معالي معلول باذن الله وبس تاوي يلحقوا بالفريق باذن الله غدا الى مدينه الطائف في السعوديه. يمكن الاجواء اكثر من رائعه محمد، الفريق دلوقتي حالا يعني دقائق قليله زي ما قلت لك ونستقل الطائره باذن الله رب العالمين. طبعا زي ما انت ذكرت اسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن مصطفى عبده موجود معانا على متن الرحله، وكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي. ان شاء الله يبقى كل الامور مجهزه زي عادتنا دايما النادي الاهلي، وان شاء الله كمان يكون الاستضافه في ضيافه يعني المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وباذن الله نحقق هدفنا اللي كلنا مسافرين من اجله محمد، ونحرز بطوله غاليه جدا على جمهور النادي الاهلي وبطوله السوبر الافريقي، وتوصل رصيدك لتسع بطولات باذن الله رب العالمين. وزي ما قلت لك هو الاهم ان دي اول بطوله في الموسم، يبقى انت خاتم الموسم اللي فات بخمس بطولات، وتبدا الموسم الجديد ببطوله مهمه وبطوله قاريه، وباذن الله تبقى فاتحه خير علينا بقى محمد في عديد من البطولات القادمه باذن الله رب العالمين. كابتن خالد بيبو كمان موجود على اكيد كمدير للكره مع الفريق في هذه الرحله، الترتيبات الاجراءات، يعني ابرز الكلام اللي ممكن تكون اتكلمته مع كابتن خالد قبل السفر ان شاء الله، في ظل ان خلال الساعات اللي جايه اكيد في ترتيبات الاتحاد الافريقي هيجريها، المؤتمرات الصحفيه هتبقى يوم الخميس، بكره في لقاءات مع ثلاث او اربع لاعبين من كل فريق، الكلام ده هيبقى حوالي الساعه 8:30 مساء قبل التدريب المسائي، فالتنسيق اللي تم بين الكاف مع جهاز الكوره في الترتيب لهذه المباراه ان شاء الله توفيق. كالعاده محمد انت يمكن عارف النادي الاهلي والرولز اللي موجوده في النادي الاهلي، وانت يمكن رفضت بعثه النادي الاهلي في عدد من السفريات، الترتيبات الاداريه دي حدث ولا حرج، كل الامور بتبقى زي ما بنقول يعني ماشيه زي الساعه بالظبط، كل حاجه معمول حسابها عشان توفير الراحه للاعبين خلال سفرياتهم الكبيره، والحمد لله يعني السفريه المره دي كمان لدوله شقيقه ويمكن المسافه مش بعيده قوي، ولكن طبعا انت عارف كعادة النادي الاهلي كل الامور محسومه سواء في ترتيبات السفر او كمان في الترتيبات الخاصه بكل بطولات النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله يعني كل البطولات موجود فيها وبعدد كبير جدا ورصيد كبير سواء من المشاركه او كمان حظ البطولات، فكل الامور دي حتى مع الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي محمد، الانديه هي اللي بتسال النادي الاهلي دايما الاستشاره وبتساله النصيحه في هذه الامور، انك انت الحمد لله عندك رصيد من المشاركات والتتويجات زي ما قلنا، فكل الامور الاداريه دي بتبقى بشكل تام معمول حسابها، كل الامور مخطط ليها بشكل جيد جدا، طبعا برئاسة البعثه السيد العامر فاروق الوزير العامر فاروق هو رئيس بعثه النادي الاهلي باذن الله في هذه البطوله، كل الامور الاداريه يعني ماشيه بشكل كويس جدا، طبعا شيخ الاداريين المصريين كابتن سمير عادل المدير الاداري للنادي الاهلي موجود طبعا وانهى كل هو والجهاز الاداري انهى كل الاجراءات في دقائق معدوده عشان زي ما قلت لك وفروا الراحه للاعبين على المستوى الاداري وفنيا كمان بقى مستر مارسيل كولر وكاتبته باذن الله يفرحونا كلنا، وكل الامور بقى محمد يعني معمول حسابها ومخطط ليها بشكل تام جدا عشان تحقق هدفك زي ما قلت لك وتوصل للبطوله رقم 9. انت بتتكلم في رصيد كبير جدا يا محمد، يعني كل الانديه الافريقيه محتاجه سنين طويله جدا عشان تقدر تقرب بس
يعني نص رصيدك او نص بطولاتك في اي بطوله قاريه، مش بس السوبر، انت بتتكلم في دوري ابطال افريقيا والسوبر، وكمان حتى البطولات اللي اتلغت من قبل كده كنت انت برضه متصدرها محمد، ومتصدر رصيد الحصول عليها الحمد لله رب العالمين. اخر حاجه توفيق، الطياره الساعه كام؟ 6 اعتقد هتتحرك 6 صح؟ باذن الله الطياره باذن الله تقلع الى المملكه العربيه السعوديه في تمام السادسه الا الربع. دعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي بيتابعنا من كل مكان خير. يبقى باذن الله يعني دي ضربه البدايه الموسم، اول مباراه رسميه وتبقى بطوله، فاعتقد دي حاجه مهمه جدا باذن الله تبقى فتحه خير بقى ويبقى موسم تاريخي. يا محمد اتكلمت في حاجات كتيره جدا فنيه، ان شاء الله التوفيق يكون معانا ودعوات جمهور النادي الاهلي، وباذن الله كلنا نفرح باول بطوله في موسم جديد يكون مليء بطولات باذن الله رب العالمين. باذن الله ان شاء الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي حاليا من مطار القاهره قبل السفر الى المملكه العربيه السعوديه، استعدادا بقى لرصد كواليس وتصوير كواليس الاهلي في السعوديه لخوض لقاء السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائريه. شكرا لك يا توفيق، وكل التوفيق يا رب باذن الله للاهلي في هذه المباراه الهامه جدا.